يقول أخ بأن همته ضعيفة، بأن همته ضعيفة ويسأل عن العلاج وكيف يوظف ما عنده للعمل للدين. حقيقة سؤال كبير ويحتاج إلى إجابة طويلة، لكن على أي حال يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. والهمة رزق من الله تعالى، والله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وكما قال ابن منظور في لسان العرب وغيره من أهل اللغة: والهمة مثل الهم، الهمة مثل الهم، الهمة مثل الهم. لا شك ولا ريب أن الهمم متفاوتة بين الناس بتفاوت هموم الناس، فما من إنسان على وجه الأرض إلا وله همة تتناسب مع قدر همه الذي يحمله. وأنا لا أنكر عليك أن تحمل خريطة كاملة من الهموم، لكن أرجو أن يكون همك الأول وسط هذه الخريطة هو الدين. أرجو أن يكون همك الأول الدين، اجعل الدين همك الأول. لا حرج أن تحمل هم الوظيفة وهم الأولاد وهم الزوجة وهم السيارة إلى غير ذلك، لكن اجعل الدين همك الأول. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي رواية ابن ماجه بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدة هم المعادي كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. وربنا تبارك وتعالى ذكر الصنفين معا في قوله عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الحديث موضوع، يعني الحديث طويل وذو شجون كما يقولون، لكن كيف أعلي همتي؟ أولا بصدق الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأن من أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول. فاطلب العون من الله عز وجل، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة وعلى ترك معصية إلا بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. ثانيا أن تصحب أصحاب الهمم العالية من الأحياء والأموات، من الأحياء معروف يا مولانا، لكن كيف أصحب أصحاب الهمم العالية من الأموات؟ اصحب أصحاب الهمم العالية من الأموات بمطالعة سيرهم والقراءة لتاريخهم ومواقفهم الجليلة التي يحملون فيها همما عالية تفوق قمم الجبال. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن صحب أصحاب الهمم العالية تأثر بهم. واصحب أصحاب الهمم العالية من الأحياء، يعني ترى أخا من إخوانك قد فتح الله عز وجل له بابا في الذكر، كلما وقعت عينك عليه رأيته ذاكرا لله تعالى، يستشعر الإنسان تقصيره في حق ربه في هذا الباب من أبواب العبادة إلى وهو باب الذكر، فيعود نفسه على الذكر ويدرب لسانه وقلبه على الذكر. ترى صنفا آخر من إخوانك قد فتح الله لهم في باب الدعوة وأنت مقصر في هذا الباب، تعلو همتك بالنظر إليهم وبمصاحبتهم. المهم أن تضرب مع أهل كل عبودية بسهم، كما قال المحققون من علمائنا: أصدق الله في طلب العون من أصحب أهل الفضل، وأقرأ سيرة أصحاب الهمم العالية. وأفضل وأشرف وأكرم سيرة ترفع همتك وتجدد عزيمتك وإرادتك هي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال ربنا: لقد كان لكم، قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وأختم بحديث رسول الله
في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وفي سنن أبي داود وغيره وغيرها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاصحب أصحاب الهمم العالية، وسل الله أن يرزقك الهمة العالية الصادقة، وتذكر الآخرة، واعلم أن الدنيا مهما طالت فيها قصيرة، مهما عظمت فيها حقيرة. فتعلق بمعالي الأمور، ودعك من سفاسف الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أسأل الله أن يرزقنا